أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات جديدة. النهاردة بنختم مع بعض الجزء الخاص ببولس الرسول والقوانين الرومانية. وقلنا في بداية الحلقات دي أو الجزء ده أنه لولا الجنسية الرومانية اللي كانت بيتمتع بيها بولس الرسول ما كانش ممكن الحلقات دي تتقال. وبالتالي عرفنا من الرسول بولس وعرفنا من سفر الأعمال قد إيه تأثير الجنسية دي وقد إيه ضرورتها بالنسبة له في كراسته، وقد إيه كان هيبقى معوق جدا ليه في كراسته لو ما كانش عنده الجنسية دي. وقفنا عند المشهد الثالث والأخير. إحنا قلنا أول مشهد كان في فيليبي، والمشهد الثاني كان في أورشليم، المشهد الأخير ده اللي إحنا بنتكلم فيه في قيصرية. المشهد الأخير اللي في قيصرية كان اللي موجود الوالي فستوس، واتكلمنا عن الحوار اللي حصل بين فستوس وبولس الرسول في وجود القادة اليهود، وإزاي القوة والجراءة اللي اتكلم بيها بولس الرسول بكلمات في رأيي أنا حادة للغاية. وانت بتكلم ملك أو والي أو شخص صاحب سلطة أو سلطان، إزاي بتتكلم بالقوة دي؟ لكن لأنه كان عارف أنه صاحب حق، وعارف أن الجملة الأخيرة في الحوار هي اللي هتوقف كل إجراء الخاصة به، أرفع دعواي إلى قيصر. لما نرجع للجزء ده عشان نفتكره مع بعض اللي موجود في صح خمس، احنا هناخد 25 و26 أجزاء منها بس كده بالقراية عشان نعرف الموقف اللي كان فيه الرسول بولس. زي ما قلت هي قراءات جديدة، مش الهدف الجنسية الرومانية، مش الهدف ان احنا نعرف معلومات عن بولس، الهدف ان احنا نكتشف قد ايه العمق اللي موجود في كلمة ربنا. يعني احنا كتير بنعدي على الاشياء دي من غير ما نتأمل فيها شوية ونعرف او نحس بالموقف الصعب اللي كان فيه بولس الرسول، وازاي عالج الموقف ده، وازاي واجهه بقوة. القوة دي هي اللي احنا عايزينها تتنقل لينا شوية، يعني القوة دي اللي بالحق مع الحق ازاي بولس. فهنا كان بيقول له أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم لدي هناك. هو كان عارف بولس أنه لو نزل أورشليم مش هيخرج سليم. ليه؟ القاضي هيبقى روماني تحت، لكن مع القاضي روماني في 24 محلفين من المحلفين، في معظمهم لإما من مجمع سنهدريم لإما يهود. فالقرار المؤكد، مش المؤكد 100%، أن بولس هياخد إعدام. يعني حابينه رجم، حابينه صلب، لكن مش هيخرج من الموقف ده. لو بولس اللحظة دي فلتت منه وقال له أنا ما عنديش مانع، أنا صاحب حق، أنا هعرف أدافع عن نفسي، ما كانش هعرف يدافع عن نفسه، وكان هيجيبه 100 شاهد زور على بولس. فبولس عارف أن اللحظة دي لحظة مش مفروض تفلت منه. فبيقول إيه؟ قال بولس: أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم. مش بعيد عن هنا أبدا ولا سنتيمتر. أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضا جيدا. يعني فيش كلام يعني صريح أكتر من كده. لأني إن كنت آثما، يعني مجرما، أو صنعت شيئا يستحق الموت، لأنه عارف العاقبة هي الموت، فلست أستعفي من الموت، أنا مش بهرب منه. لكن إن لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء، فليس أحد، دي القوة، يستطيع أن يسلمني لهم إلى قيصر أنا رافع دعواي. حينئذ تكلم فستوس مع أرباب المشورة فأجاب، يعني رد على بولس: إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. وعلى فكرة لا أرباب المشورة ولا أي حد بما فيهم الملك أغريباس اللي هيجي بعد شوية، ولا الملك أغريباس يقدروا يغيروا من الواقع ده شيء، ولا أي شيء. يقول الكتاب في عدد 13: وبعدما مضت أيام أقبل أغريباس الملك برينيكي إلى قيصرية ليسلم على فستوس. ولما كانا يصرفان هناك أياما كثيرة عرض فستوس، بقى عنده أزمة، بقى عنده مشكلة بسبب اليهود وبسبب التساهل اللي كان هو عايز يعمله مع اليهود. فعرض على فستوس على الملك أمر بولس قائلا: يوجد رجل تركه في ليكس أسيرا، قعد سنتين الراجل، وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في أورشليم طالبين حكما علي. فأجبتهم أن ليس للرومانيين عادة أن يسلموا أحدا لإيه؟ للموت.
كان عارف الدعاوى الثقيله اللي على بولس مفيش مصير ليها الا الموت قبل ان يكون المشكو عليه مواجهه مع المشتكين. لازم الاثنين يقفوا طرفين قدام بعض فيحصل على فرصه للاحتجاج عن الشكوى. فاكرين لما اتكلمت عن السمات المميزه للقوانين الرومانيه وازاي ان جزء منها عداله؟ هي دي العداله. لازم ياخد فرصه الاحتجاج، لازم ياخد فرصه الدفاع عن نفسه. فلما اجتمعوا الى هنا جلست من دون امهال في الغد، يعني على فكره هو 3 ايام في قيصريه، 10 ايام او ازيد شويه، رجع قضى يوم وتاني يوم جاب بقى بولس. دون امهال في الغد على كرسي الولايه، جلست على كرسي الولايه وامرت ان يؤتى بالرجل. فلما وقف، دي روايه من منظور فستوس، تخيلوها بقى، لا تبعد ابدا عن منظور بولس، لا تبعد ابدا عن الحق. فلما وقف المشتكون حوله لم ياتوا بعله واحده مما كنت اظن. يعني كلامهم تحت، يعني سوري، في اورشليم مختلف خالص عن كلامهم في القيصريه، لكن كان لهم عليه مسائل من جهه ديانتهم عن واحد اسمه يسوع قد مات وكان بولس يقول انه حي. وإذ كنت مرتابا في المسألة عن هذه قلت لعله يشاء أن يذهب إلى أورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الأمور، على أساس دي مسائل دينية. ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص أغسطس قيصر، يعني أمرت بحفظه إلى أن أرسل إلى قيصر. فقال أغرباس لفستوس كنت أريد أنا أيضا أن أسمع الرجل، فقال غدا تسمعه. ففي الغد لما جاء أغرباس وبرينيكي في احتفال، حصل الاحتفال دي، فبيتكلم معهم تاني فستوس، بيقول له في وجود بقى شاول أو بولس: أيها الملك أغرباس والرجال الحاضرون معنا أجمعون، أنتم تنظرون هذا الذي توسل إلي من جهته كل جمهور اليهود في أورشليم وهنا صارخين أنه لا ينبغي أن يعيش بعد. وأما أنا فلما وجدت أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت وهو قد رفع دعواه إلى أغسطس، عزمت أن أرسله وليس لي شيئا يقين من جهته لأكتب إلى السيد. ما كانش مفروض، ليس من العقل أن يذهب بولس وقد رفع دعواه إلى قيصر ومفيش صحيح في الدعوة، مفيش شكوى واحدة، طب انت بعته لي ليه؟ انت بتحكمه ليه اصلا؟ فهو نفسه فستوس في خجل من امره، في ارتباك من امره، وعايز حد يشير اليه. يقول ايه؟ ليس لي شيء يقين من جهتي لاكتب الى السيد، لذلك اتيت به لديكم ولا سيما لديك ايها الملك اغرباس، حتى اذا صار الفحص، يقصد عند قيصر مش هنا، خلاص لما يفحصوه هناك، لما يسالوه هناك، يكون لي شيء لأكتب، لأني أرى حماقة أن أرسل أسيرا ولا أشير إلى الدعاوي التي عليه الاتهامات. شيء يعني هيبقى موقفي إيه مع قيصر؟ فقال أغرباس في إصحاح 26 من عدد 1 لبولس: مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك، يعني أن تدافع لأجل نفسك. حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتج، يعني يدافع عن نفسه: إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغرباس. ما بولس ده حطه في حتة في أي موقف وبالذات في جمهور ولازم يوصل المسيح، حطه في فرح، حطه في مأتم هيكلم عن المسيح، حطه في محاكمة وفي موقف صعب زي ده هيكلم مش بس أغرباس، هيكلم كل الناس عن المسيح. صح، 26 هي إعادة تالتة لاختباره اللي حصل في أعمال 9، كل ما حدث له مع المسيح، كيف تقابل مع المسيح، كيف رأى المسيح، ماذا قال له المسيح، كل التفاصيل. لكن هو ليه كان سعيد بوجوده قدام أغرباس؟ نشوف بقى. إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغرباس، ده فعلا سعادة حقيقية، إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك، هدافع نفسي في وجودك عن كل ما يحاكمني به اليهود. ليه بقى؟ فستوس وفليكس مش يهود، أغرباس هيرودس أغرباس ده يهودي طبعا. فيقولوا إيه؟ لا سيما وأنت عالم بجميع العوائد والمسائل
التي بين اليهود. لذلك ألتمس منك أن تسمعني بطول أنا وسمعوا للنهاية يا جماعة. بعد ما يعني انتهى طبعا كان في حوارات داخلية جميلة، تبقى ترجعوا لصحة 26. فلما قال هذا يعني خلص كل كلامه بولس وكل حواراته، قام الملك والوالي وبرينيكي والجالسون معهم وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعض قائلين إن هذا الإنسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت أو القيود. وقال أغرباس لفستوس كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر. يبدو كأني قرأت قراءة طويلة، لكن هو هدف البرنامج ده هي قراءات جديدة. يعني لم أشأ لم أرد أن أنا أقرأ كل صح 26، لكن على الأقل آخر ثلاث أعداد من 26 وأول ثلاث أعداد اللي هي بداية خطاب بولس الرسول. لكن النتيجة واحدة، لا هنقدر نعفي عنه مع أنه لا يستحق القيود حتى مش بس الموت، لأنه رفع دعواء إلى قيصر. وفي نفس الوقت أنت مش هتلاقي حاجة تكتبها، يعني المأزق واحد. إيه القانون اللي ارتكز عليه بولس الرسول؟ وده القانون الثالث والأخير بالنسبة لنا. قوانين رومانية كثيرة بس ده القانون الثالث والأخير، اسمه القانون الجولي. يبقى القانون الثالث هو القانون الجولي. ايه منطوق القانون ده؟ ايه اللي مكتوب؟ ايه اللي اعتمد عليه بولس في احتجاجه؟ ايه اللي خلاه بالقوه دي قدام فستوس؟ قال له مفيش حد يقدر. عايز يقول ولا انت، لن يستطيع احد. ايه القوه هنا دي بقى؟ يحق للمواطن الروماني رفع دعواه إلى روما للاستئناف قبل صدور الحكم. يعني ده القانون، يعني ده مضمون القانون. يحق للمواطن الروماني فقط أنه يستأنف الحكم اللي ممكن يصدر عليه، بس قبل أن يصدر عليه الحكم. يعني أنا مش عجباني المحكمة دي، أنا خايف من الحكم اللي هيصدره الناس دي بالنسبة لي مش عادلة. فمن حقي كمواطن روماني قبل أن يصدر الحكم أستأنف، يعني أرفض هذه المحكمة وأستأنف عند قيصر، أذهب إلى الوالي إلى روما. سنة الكلام ده يا جماعة اللي حصل ده سنة 60 ميلادية، يعني كل الأحداث دي 60 ميلادية يا جماعة، 59 60 ميلادية. سنة 150 ميلادية القانون ده تعدل وبقى قانون اسمه جولي 2. القانون ده لما تعدل بقى المنطوق بتاعه كده، يحق للمواطن الروماني رفع دعواه إلى روما للاستئناف بعد صدور الحكم عليه. ده التطوير اللي حصل سنة 150 بعد 90 سنة. في أيام بولس لو كان فستوس أصدر قرار أو حكم أو كان أرسله إلى أورشليم وهو وافق بولس، ما يقدرش بعد ما الحكم يصدر ضده يستأنف لقيصر. عشان كده أنا بقول لكم بولس بنباهة بتركيز قدر يلقط اللحظة، قدر يوقف الإجراء، قدر يعني يدافع عن نفسه. عشان كده خلى منظر فستوس بالشكل ده بيستجدي المشورة عشان موقفه الحرج قدام قيصر، وهو مش لاقي يكتب حاجة. يعني هيكتب بقى وخلاص، هيحش كلام
لكن فيش اتهامات حقيقيه تماما زي اتهامات اليهود الغير حقيقيه اللي كان ماشي وراها فستوس واكتشف في النهايه انها يعني بلا اساس. والملك اغريباس قال له انا ما اقدرش اساعدك، يعني طالما رفع دعوى، لو ما كانش رفع دعوى كنا ممكن يطلق حرا، بس هو مين حد كان هيضمننا انه مش هينزل اورشليم؟ حد كان هيضمننا ان فستوس مش هيحكم عليه حكم جائر عشان عايز يدي لليهود منا يعني هديه؟ لا طبعا مفيش حاجه مضمونه. ايه اللي احنا عايزين نقوله هنا بقى؟ بولس والقوانين الرومانيه، يوسف والقوانين المصريه، اي حد فينا وقوانين بلده. بولس كان يعرف يعني استئناف، وبولس يعرف طبيعة القوانين اللي بتحكمه أو بتحميه أو بتجيب له حقوقه. بولس كان يعرف الفرق بين المحكمة الابتدائية أو الأولية والمحكمة النهائية أو الرسمية، الدرجات في التقاضي، سلطة فستوس إيه، يقدر يعمل إيه، وسلطة الأمير إيه اللي هو قائد الألف وقائد المئة إيه، والملك أغريباس إيه وقيصر إيه. عارف درجات التقاضي، عارف القوانين. سؤالي أنا، إحنا نعرف قد إيه من حقوقنا؟ ما أنت لا يمكن تطالب بحق أنت مش عارفه، أنت تجهله. لا يمكن بولس كان يدافع عن نفسه أو يستخدم قانون هو ما يعرفوش. بولس هو خارج لهذه المهمة، لهذه الكرازة للأمم، في رأيي أنا من ضمن الأشياء اللي تسلح بها 100% هي القوانين الرومانية، هو اعتباره مواطن روماني، اعتزازه بكده. مش بس كده، خلوا بالكم في أكتر من مكان اعتزازه بالمدينة اللي هو نشأ فيها ترسوس، افتخاره بيها إنها مدينة غير دانية. كم واحد بيرى بلاده بالاعتزاز ده، بالفخر ده؟ يعني هذا المواطن بولس اللي في رأيي أنا مواطن سماوي من الدرجة الأولى، كيف تعامل مع الأرض؟ كيف نظر إلى الأرض؟ هل احتقرها؟ هل احتقر البلد اللي هو خارج منها؟ بالعكس، هو شايف ترسوس، هي شايف المدينة العظيمة اللي فيها ثالث أهم جامعة، عشان كده يقول للأمير إنها مدينة غير دانية. بالعكس، هي مشهورة، هي معروفة، هي على كل لسان. يعني أنا تعرف بمدينتي، أنا تعرف ببلدي، أنا افتخر بيها، وفي نفس الوقت أعرف قوانيني، أعرف حقوقي، وطالب بيها إلى أبعد مدى. طالما هي حقوقي ولا أظلم أحد ولا أحد يظلمني. المجال ده مجال متسع جدا إن الكنيسة تدخل فيه وتبتدي تتكلم عنه. فكرة إن إحنا غرباء ده 100%، غرباء 100%، إحنا يعني عندنا موطن سماوي، موطن نهائي هنروح له كلنا، بس إيه قيمة البلد أو المكان أو الأرض اللي إحنا بنعيش فيها؟ كيف نقيمها؟ المسيح نفسه اتكلم عن مدينته، اتكلم عن بلده، اتكلم عن كفر النحوم، واتكلم عن الناصرة، تكلم عن هذه باعتبار انتمائه ليها. يعني ده المسيح بقى، ده الله، يعني ايه ينتمي المدينة؟ الى ان جاء الى مدينته، يعني ما هو مدينته في الاخر. لا انا ولا انت نقدر نتبرر او نتبرأ من مدينتنا، بالعكس احنا عايزين نعرف بس حقوقنا فيها ايه وواجباتنا عليها ايه. يعني ازاي كل الواجبات نعمل، كيف نكون نحن اوائل المواطنين الصالحين في هذه البلد، احنا النموذج واحنا القدوة. بولس هنا بيعلمني معاكم ازاي نقدر من خلال معرفتنا بالقوانين تساعدنا في كرازتنا، ما نعيش منكمشين مترددين خائفين ونخوف بعض. كم واحد مهتم انه يعرف حقوقه، وكم واحد مهتم بنفس الدرجة يعرف واجباته؟ ما انت ما تقدرش تطالب بحقوق وانت مش بتقول تقوم باي واجبات ناحيه البلد اللي انت عايش فيها. بولس عرف انه مواطن روماني من اول لحظه،
وافتخر انه مولود فيها، انه ما اشتراهاش، ما اشتراش هذه الرعويه او هذه الجنسيه بمال، تماما كافتخاره بانه فريسي، كافتخاره بانه يهودي، نفس الفخر. يا جماعه اقروا النصوص، شوفوا هو بيقدم نفسه ازاي. انت تقدر تحس بنبره صوته انها مش خافته، انها فيها جراءه وفيها قوه. انت فاهم انت بتعمل ايه، انت وانت بتدلني السياط انت عارف انت يعني بتفحص مين، ان انا مواطن روماني. المواطن الروماني اللي ليه حقوق يوقف اي اجراء. وهو بيعلمني هنا انا شخصيا قد ما صلى بولس الرسول في رسائله، صلى في كل الرسائل اكتر من مره، بولس ده صلى قد ما صلى، قد ما رفع صوته في الارض زي ما رفعها للسماء. وهو في النهايه بولس الرسول زي ما قال هو لا يخشى الموت، هو لا يستعفي من الموت، هو كل اللي عايزه اقرار حق، مش عايز يكون ضحيه ظلم، مش حاسس ان دي المسيحيه ولا هي دي المحبه. الضعف مش مسيحيه، القوه هي المسيحيه، الحق هي المسيحيه، والحق الممزوج بالمحبه طبعا، لان ده اللي احنا عرفناه في المسيح. هل احنا نعرف لو قالوا لنا انت في محكمه ابتدائيه التالي المحكمه الابتدائيه، ولا هنقول ثانوي وجامعه؟ عارفين يعني ايه نقد، عارفين يعني ايه استئناف، عارفين لو حد اتهم او حد اتعرض، مش لازم احنا، ناس من كنيستنا، ناس من حوالينا، ناس من قرايبنا، نقدر ازاي نساعدهم؟ مش لازم ندرس كل حاجه، مش لازم ندرس كليه حقوق 4 سنين، مش لازم، بس اقل القليل لما اعرف لازم في محامي يحضر معايا في من بدايه التحقيق، لازم اعرف الف ب، ولازم اعيش الحق ده وما اهربش منه. ده جزء من التعليم الكتابي، انا مش بزايد على كلمه ربنا. من واضح جدا القانون الاول الفاليري والقانون الثاني البوريكي والقانون الثالث الجولي، مش هم دول بس اللي يعرفهم بولس، استند عليهم في المواقف دي، لكن غالبا في مواقف تانية كتيره، يعني قدر يتخطى هذه المواقف الصعبه، قدر يتخطى بعض السجون او بعض المواقف الازمه من خلال قوانين هو عارفها، ومن خلال مطالبه مشروعه بهذه القوانين. احنا طبعا كل اللي عايزينه هو مجد المسيح، لكن مجد المسيح مش هيجي مع ناس ضعيفة وناس خايفة وناس مترددة. مجد المسيح هيجي مع ناس مقدامة، مع ناس شجاعة، مع ناس تعرف حقوقها بدون ما تجرح. بولس كل اللي قاله أنا مش عايز غير حقي، واكتشفوا في النهاية سواء الوالي أو الملك أو كل اللي حاضرين أنه مظلوم، أنه مظلوم، وأن هم وقعوا في خاية نصبوها ليهم اليهود في النهاية، عشان زي ما عملوا مع المسيح. لكن لو بيلاطس ما قدرش ينجي المسيح، مع ان بيلاطس كان على يقين انه بريء وكان عارف انه غير مذنب، لكن هنا في وجود قيصر وفي رفعه دعوى الى قيصر قدر يجيب حقه. خلينا نطالب بحقوقنا، بس قبليها خلينا نعرف حقوقنا، وقبل كل شيء نعرف حقوق ربنا علينا، ان احنا ننادي بالانجيل، ان ننادي بالانجيل في كل الظروف الصعبه. بولس في ظرف بيتسجن، يعني محبوس فيه، في قيود وسط عامة ناس، وناس يعني في ايديها سلطه، لم يتردد في ان يقدم المسيح. ارجعوا لصح 26، كيف قدم المسيح وكيف سمعوا لهذه الرساله وكيف تجاوبوا مع هذه الرساله حتى في الظروف الصعبه. والى اللقاء في حلقات قادمه.